الولاد صباح الخير عليكم، ان شاء الله راكم ملاح. دور البوبينه يا صاحبي وبرد الحال شويه. عوده فريق اولمبيك مرسيه الى الواجهه يا دلالي. راهي 6 تاع الصباح، انا رايح لوهافر كما قلت لكم البارح. عندي تقريبا 200 كيلومتر لوهافر، راهي 26، هاي الظلمة، هاي الساعة فيك ما تبانش. رايح لوهاف، اصبر شنو ندخل للطريق نسقم روحي بيان، يطلع شوية نهار ونعاود نولي ليكم. هكذا خوتي كونوا في الموعد. رحلة تاع 200 كيلومتر اليوم السبتة، 200 كيلومتر هكذاك تقريب، وغدوة الحد 80 كيلومتر غدوة الحد. هكذا هيا صاحيتو، هيا من بعد دعوة الخير برك للأمام، الرياضة يا دلالي، العودة. خوتي بروبلام كبير، ماشي غير بروبلام كبير، والله العظيم غير بروبلام كبير، واللي هو الضباب. راكو تشوفو الضباب، هايليك 7:30 تاع الصباح، شوفو الضباب راهي كحلة، حتى الكاميرا في الظلم باش تمشي. ما هيك الضباب ها، على كل حال عندي الضوء، هاولي عندي الضوء القدام اللور هاذيك وهاذي مي بس، والجيلي جون هاني خرجتو، والضوء القدام، مي كومام الضباب يبقى ضباب ما فيش الأمل. الله يجعل الخير، 7:30 بالك جوية 8:30 ولا 9 يروح كي تطلع الشمس وما نعرف. هكذا خوتي هيا متكلين على الله الى الامام. ضباب خوتي بزاف بزاف بزاف، اوه ليك دي الطلعة، هاني طالع منا، هاني طالع بواحد واحد 600 متر هكذاك وما زال شوف الضباب بصح بزاف، راني نشوف والو. راهي العشرة، العشرة والضباب ما حبش يروح. اوه بزاف سوفرونس على بالك، ما تستمتعش كاع بالجولة، والله ما تستمتع بالجولة كاع، ما تشوف البقر ما تشوف الحشيش، بزاف سوفرونس. لا لا معليش يا اخي. معليش راني حاكم طريق لو اسمع طريق روان، روان راهي من على 40 كيلومتر بصح ما ندخلش روان، جوز عليها برك. هاي من بعد حقيقة اليوم والله راطينا مناظر روعة، لا نورموندي خو معروفة بالمناظر، لا غالب الضباب شوف مازال الضباب، والله المناطق ولا اروع، لا نورموندي معروفه في فرنسا بلا ناتير تاعها، البقر الكباش والويدان في كل جهه هكذا كيما راكم تشوفوا، خضوريه في كل بلاصه. ما كتبتش شو المشعل صافي اللي سميوه لور 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 ولا لور 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 ال او اي ار لور لور الوار هكذا خاوتي، والله دوماج للاسف الجو دارها بينا اليوم. ايوا الجي بي اس قلت لكم، جي بي اس واسمو الكونتور نسيت باش نديماريه قبيله، كي ديماري تمشي تحت 10 كيلومتر من بعد فكرت باللي ما شعلتوش، غير ماركت لي 40 كيلومتر ولكن راني ماشي اكثر، راني ماشي واحد 55، المهم نسيت معليش بصح في اخر اسف باش نكمل الطريق باش نولي ليكم خوتي. طلت شويه شميسه يا صاحبي نغمينا، ها وراني وجيلي جون دايما، راحت شوية ضباب صافا او المايس. هاي رايح البوف 8 كيلومتر مزات لي البوف، هاي ليك لا فالي سان بيير لي كشكو مش عارف اسمها، شو تشون راني شميسة سبارتش، ضربني شوية شمس يا اخو، لا بزاف
والله واحد البلايص شحال شابين الضباب، الله غالب الضباب بالك من الثلاثة ولا يروح الضباب هذا. صور لكم، ما صورت والو، الدنيا قاع بيضاء اخو، والله الدنيا قاع بيضاء ما تشوف والو. مارسي جيلي جون، ماكرون ديميسيون. المهم رايح 11 ونص، رايح 11 ونص، ما بقاليش بزاف ان شاء الله نوصل واحد المدينه هذه الباف 8 كيلومتر مازالت لي، نفطر ثم من بعد نطراسي ديريكت لوهاف. فوالا من بعد لقيت هبطة فيها وقيلة 2 كيلومتر. خالي يا خالي، ويهو 2 كيلومتر ما ندير والو، خلي البوبينة تدور وحدها. روعة روعة روعة، هاي بدات تروح بيروح ضباب. صافا دوك نصور لكم شويه مانا باش شباب. 200 متر كونتينوي سور روي دو لوفيي دي 913. فوالا هايلي روعة. هاي مازال 1 كيلومتر. يا سبارتشون فريني نقص في كوفيراج رحمة ربي. واحد البرودة والبرد اليوم، البرد الضباب هذا بارد صباح ربي البرد. ليه ليه دير والو، كونتينيوي سور دي 913 بوندون 800 متر. يا ابني بلعي فمك خلاص، روعة يا موح من الطبيعة يا شيخ. راح راح بيبي راح. بعد الحين فوالا راني وصلت الالباف، فوالا الالباف فيلاج صغير هكذا، ماشي فيلاج، بتيت فيل كالم سامبا مليحة. فوالا دخلت لقيت واحد توان هنايا حلال اللي يبيع كباب، دومونديت فيها كباب وكرا فونطان، ضربوا فيها فطور ونكملوا. راهي 12 هاي ليك 12 وربع، ريحوا شوية عييت من 7 ونص وانا جبت حتى 12 وربع باش ريحت. هيا نفطر ونتلاقى في الطريق ان شاء الله. يا الله بصحتي، اوف استغفر الله يا ربي، ضربت فيها ساندويتش ثقلني على بالك، الكوكا هذيك فونطا. هاي من راني مبحر شوف، او راح ضباب جات شميسة راهي فور، راهي واحد 23 دوغري هكذاك 20 30 28 فوالا جات سحابة راحت الضباب راح. راني هايم في بلاد الناس وين بها وين، روعة الله غير شميسة روعة كاع فور وطريق ما عبالكم. واحد طلعات يخ، والله ما كنت على بالي بلي كاين طلعات هكذا. هذا وين هذا مبكم بالطلعة فيها 2 كيلومتر يدمي، والله ما كنت على بالي بلي كاين طلعات هكذا بزاف بزاف بزاف، الله العظيم غير قلبي خرج. هاي ثلاثة، هاي ليك ثلاثة، مازالت لي 3 سوايع ونص، جوي 6 ونص هكذا نكون ثما نورمالمون. تي توفا بيان ما قالهاش حبيبنا. هيا من بعد هنا الامام، هيا مزرعة سعيدة. روجي بقرة هاي المزرعة السعيدة. واو واو العروة، هنا كاين العواد وهنا نسمع صوت النسر ومن هنا الطريق المجهول إلى الأمام. بقرتي الله روعة روعة والله غير متعة. هيا مازال مازال جبدين. هاي يا سيدي ها شوفوا واش يستنى فيا، شتافشلت والله غير شتافشلت. شوفوا كاين 3.5 كيلومتر، يعني 3 كيلومتر ونص. ها طلعة طلعة فيها 3 كيلومتر يدمي. ها الرب، ها والله العظيم غير شفتها غير فشلت. ها يا سيدي ها
وبصح كاين حاجه واحده نقولها لكم، كي تخلص الطلعه هذه تاع 3 كيلومتر موراها دايما كاينه هبطه، هبطه تاع 1 كيلومتر ولا تاع 2 كيلومتر ما ندير والو هبطه. بصح واش يطلعني والله غير بزاف يا الله غير طلعت بزاف في هذه البقعه هذه، الطريق هذه قاع طلعت والله غير بزاف عييت بلا نورمال ولا طلع شويه بصح بزاف. واو كل 10 15 كيلومتر نلقى طلعت تاع 3 كيلومتر. هاي صح مالي شي لا ربي وصاي. هاي اللي مليحه شفتو ولا لا؟ شفتو كي تطلع تطلع وتخلص واش تلقى؟ ها الرب ها اصبر كاين طوموبيل وي الكاسك راني شبه بالقرنفل. مليح الكاسك وشنو يقلقني والله كي تكون سخانه ولا غير اوف لا سيكيريتي مليحه مي بون رولا بالخير. هذيك الهبطه كي دايره ولا روعه روعه على بالك شوف الخبر. وهاب القاسم وعليكم القال ما الله روعه دير والو ما تمشيش بيك علينا واحد 10 دقايق روعة روعة اللي جان والله روعة اللي جي لي جون مزاد مين ماكرون بوب 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 هبطة واعرة على بالك صبر 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 غادي نمشي تعيد وحدة دونجي شوف من هنا شنو اوه هبطة روعة اصبر نشوف سكر التليفون ونعرف كيف نص هكذا باش تشوفوها معايا شو شو رجليسية دلالي يا للروعة جي بي اس بالله فمك راني نصور راني خلوي في هبطة غير خليني جيلي جون امزاد مين قلنا نورموندي روعة اصبر شو نكملو الهبطة هذي باسكو بيد وحدة ما فيهاش خو دونجي شوية اوه البرودة بصح في وسط الغابة روعة هيا دوك نجي كي تخلص ليكم الخلوي اللي راني فيه روعة على بالك والله العظيم غير روعة عليك ديار خلوية يا خو لا كومبانيا يا خو في واحد الطريق صغيرة خلوية يا موح بكم خلاص لي الماء والله خلاص لي الماء و عطشت خلوي هذا دبدبنا يا عطشنا ما حتى واحد برا يا صاحبي نقول له عطينا الشرب وعمرنا الكرده تاع الماء ياو ياو عطشنا ياو هاني شي اخر حوانت ما كاش ما كا والو عندي واحد جوج سوايع ولا نمشي في قريه هكذا كا والو حتى واحدة روك ان رول ايوي الله الرابعة باركينغ هذه الدار هايلة تاع فلة والأقزام السبعة عليك والله تاع فلة والأقزام السبعة شوفوا كاش واحد عطينا نشربو ونولي ليكم تكون عطشت حتى واحد هذا كي تصف الطوموبيل حتى وقيلا هي تعطينا الماء نو الطوموبيل جهه ما يعجبش المهم كنبغي نلقاك شي واحد عطينا الماء نولي ليكم لا غير عطشت حتى واحد هنا
انا سمعت عيط يا كريم يا سي محمد سبحان دبروا المون ولي هاي آه هاي الحمد لله بقات ساعه ونوصلوا ساعه ونص ان شاء الله. هذا هو نهر السين معروف بلاسين لاسين هذا هو نهر السين هذا نهر السين فوالا سنا منا كاين الشمس ها آه ولي كوين يخلص يخلص مور البون هذاك ثم كاين البحر فهم والبون هذا اللي راكو تشوفوا فيه دوك نطلع من الفوق بالفيلو نطلع فوق البون بالفيلو وناقو بعدا كاع منا هكذا وها ولي كوين يكمل يعاود يطلع ومن بعد يزيد يهبط ومن بعد ندخلو لوهافر. هذا البون هذا فيه 4 كيلومتر منا مازال شويه منا شوف فاش داير هكذا يطلع ويهبط ويكمل من بعد هنا يزيد يعاود يطلع ويكمل فيه 4 كيلومتر تقريبا كبير مبني بطريقه يعني وكي تطلع فوق البون فوق تخوف الحاله يا محينك عالي. ومنا منا هذا البحر هاو اللي كليها مول بون كاين البحر تاع لو هافر منا نقدر منا لو كان عندك فلوكه تروح هكذا تتبع نهر السين هذا تخرج في لاتوريفال في باري فهم بيان سو لازم تلك جي بي اس ماشي تروح هكذا على ربي. وهذا نهر السين هذا نهر يخوف كي يكبر فكي يطلع كي يطيح الثلج بزاف والشتاء بزاف هذا نهر شوفو قلت فهم ماشي تقول بحر شوف كي يتعمر يطلع لهنا تسمى يطلع الماء لهنا ومن ذاك يخرج منه كي يكون الشتاء بزاف وما بزاف فاهمين يخوف فوالا. هذا المره الحق لهنا كيما الخضر يعني هذه قاعده تغطات دونك حنا نطلعوا فوق البوان هذا وهذا البو بالدراهم 5 كورو الطوموبيلات ولي موطو حنا بلي فيلو ابي تخلصش باطل تروح ب 5 كورو تولي ب 5 كورو هسي بصح مبني بطريقه عجيبه سنا نطلعوا فوق البون تشوفوا كيفاش مبني الحاله فوالا جو نعطيك لي سيكليست بيان كاع هاي خرجت شميسه خلوي نهار شباب كاع هاي البدايه هاي البدايه تاع البون خو منا يبدا البون لوك كي نلحق للوسط نزيد نصور لكم شويه كبير كبير يخوف يا محينك كي تلحق الفوق فوالا شوف كيفاش يعقبوا السيارات ابا اني في النص تاع البون فوالا اني في النص ومازال نهود من بعد مازال واحد الجهه اللي ها في السماء يتعود جاي هكذا فيراج في السماء بنينو واش حال عالي يا محينك يخوف اللي عنده الدوخه غير ما كان يجيب الفيلو والله اللي عنده الدوخه غير ما كان يوقف هنايا ويشوف لتحت وشحال بعيده مالك منين جيت انا هاني منا جيت منا اصبر دور لكم يا اخي هاي ويتهزز يفي بريش غو زنزلة يا محينك تضرب بصح كيش مخدوم روعة. هذا هو البون دو نورموندي فوالا هذا الطريق مخصصة للراجلين وهذه البيسكليت هذه تاع بيسكليت بصح انا ما نمشيش فيها طوموبيلات يمشيو بزاف دونجي خو نمشي منا دوك نلحقو لتحت وين يخلصو دراهم نصور لكم فوالا خوتي هاوليك البون منين جيت جيت لهنا وشنو وهاوليك وين يكمل لي عاد شوفو فيك فين يطلع هكذا ويتعوج وشنو حنا هنايا نحبس ممنوع السيارة اسمو الفيلو ممنوع يطلع منا هاكو تشوفو النقطة الحمراء هذي ثم منا ويروح الفيلو ممنوع يطلع دونك انايا لازم نهبط منا وندير دورة وروح هك الغابة الغابة هذا هو البون تاع لا نورموندي شوف كيفاش معوج ليه شوف مبني بطريقة يعني ويخوف يا محينك كي تطلع للفوق خلاص تكون بالفيلو ولا بالطوموبيل ويكمل يروح ويزيد يكمل هكذا واحد الان كيلومتر يدمي كبير كبير فوالا وهاو البون اللي قطعتونا هذا وين هاوليك شوف كيفاش تطلع من بعد تلحق الفوق وتعاود تهبط ويزيد يكمل كي يهبط فوالا للاسف ما خلاوناش نجوزو من هنا مي بون معليش فيها خير هاي رول خوتي رانا في البور تاع لو هافر البور تاع لو هافر اكبر بور في فرنسا تاع السلعه والبترول يعقبوا كاع منا من بعد البور تاع مارسي كاين بور تاع مارسي هو الاول بارسو بون مارسي معروف بلي فواياجور وهذا معروف بالسلعه شوفوا لي كونتين كبير هذا البور فوالا
شوف، وهذا البو هذا اللي راكم تشوفوه في راح نقطعه كيما هذاك اللي راه طالع في السماء دوكا، يطلع البابور يعقب ومن بعد يعاود يهبط ويعقب فوق الطوموبيل. هذا ثاني، هذا وين طلع عقب البابور وعاود يهبط، واني رايح منه دوكا. طلع هذاك البابور يهبط يعاود يغرق. فوالا البور هذا هو الكبير في فرنسا من ناحيه المارشانديز والبترول يجي لهنا بزاف. بورتا لو هافر معروف، فوالا معلومه فقط. ايوا الحمد لله، كما قلت لكم صباح هذيك 7:15 وصلت، راني وصلت مدينة لو هافر. فوالا هذيك لاكار اميش تبان تبغينا بلا بيان هافر جارجو هافر. فوالا طلعنا نتعشاو يجي هان خو طلعنا السونتر فين نتعشاو باش نشوفو كيفاش واش كاين تما. اتونسيون هكذا خوتي ونطلع بيكم للفوق دقيقة. هذا هو السونتر فيل تاعهم، عندهم سونتر فيل شباب، ولكن لو هافر فاش مليحة غير كي تكون الحالة شابة شميسة انتيك، كي يكون الشتا ما غير ما كلا ما عندك ما دير فيها. هذا لوتيل دو فيل دو فيل لا ميري، فوالا لا بلاص هادي لا بلاص لا ميري، فوالا دوك نروحو لا بلاج. فوالا هادي هي لا ميري تاع لو هافر، هادي هي لا بلاص تاع لا ميري. مليحة كيما قلتلكم، مليحة غير كي تكون الحالة شابة وشميسة. فوالا نزيدو نديرو بيكم جولة في لابلاج. لابلاج تاعهم مليحة ثاني، عندهم بولفار شباب، البحر تاعهم عيان، هذا هي البروبلام. دا هو لاكورنيش تاع لو هافر شباب بزاف، هاي هاو البحر ديالهم يا خو، البحر تاعهم يعيب صح، يروح ليلي من بعد يعاود يرجع، وبارد بزاف لاكولور تاعو تاعي خضرا كاع كرافي. فوالا مي بصح لا فيل كيما قلت لكم كي كل الحال شباب كيما اليوم، روعة موفمون. لا كورنيش هنا فيه الموفمون بزاف كي كل حال شباب. دوكا هادي كاع دي ريستورون فوق، هنا كاع دي ريستورون. كورنيش شباب بزاف تا ويكاند، كش واحد يحب يجي يريح جورني كومبلي هنايا اوف نص نهار يكفيه، يوصل هنا على الزوج ياكل السردين ويستمتع يديرهم كاع. فوالا انا نطلع للفوق من بعد نشوف واش كاين. هكذا لو هافر هذه انا جيت لها بليزير فوا، 5 خطرات 3 خطرات. هكذا طلعوا الفوق ونختموا الفيديو. المهم خاوتي خليكم انا من طرف الموجه، نقول لكم غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله نحكم طريقكم. عندي 100 كيلومتر افير من لو هافر، من حتى الكو عندي 100 كيلومتر. فوالا هاي الموجة الروشية حجر غرابة. وإذا خوتي تهلا في روحكم، الحمد لله اللي وصلنا بخير. روح نستمتع شوية وتعشى وطلع نرقد. هيا غدوة إن شاء الله، السلام عليكم.